اشتقت لكم يا ولادي. لك ولو يا سلوى، عم تسأليني كيفني؟ لك كيف بدي يكون حالي؟ كيف وحدي بجمالي وبعدها بعز شبابها واخدي رجال كبير؟ لك آخ، الله يريحني منه هالكركوب. كل يوم علي وكل يوم مرض. أسعد، يلا الأكل جاهز. ايه صار لي ساعة عم صرخ لك، ليش مش عم بترد؟ يلا لاحقك، رح يبرد الأكل. قلت لك لاحقك يلا. شو بيك يا رجال؟ امبارح كنت مفرفح وما بيك شي. مشتاق لأولادي يا مرال. تشتاق لك العافية يا رب. ايه قوم قوم. فيلي؟ سوري؟ بسألك إذا فيلي عندي شي بدي أعمله. كلارا في شي؟ بصفتك شو عم تسألني أنت؟ بصفتي شو؟ عم طمن عنك. شو هيدا سليم؟ مايو سكر، انت طلبته. اذا انا طلبته اوكي. ماريو، ما فيك قبل فاشن شو تعمل الشو وتوترني. او لك الناس رح يحبوا الفساتين. انه ايه رح يحبوا؟ شفتي؟ شفتي؟ طريقتك هيدي بالحكي هي اللي بتوترني. اصلا انت كلك سوا بتوتريني. شو بعمل يعني، بختفي من وجهك؟ لا نوي، شو بتشبهوا بعضكم؟ انتوا قرايب؟ لا جيران. ولا وين ساكنين؟ ورا البار بالطابق الثاني. شو بك يا نيرة؟ جينا لهون لناكل مش لنحكي. ايه طيب، بس ما بيصير شيء اذا جاوبتيني على سؤالي. وانا ما بدي احكي. اوكي خلص خلص يا ريكي. يا اهلا وسهلا كينج. اهلا بالبطل، اهلا بالبطل. شو الشباب؟ مش قارين حدا بدكم تغدونا ولا كيف؟ لا يا خيي، طلعوا بدك اياه ويوجد. بدنا ريبلايات اذا بتريدها. تكرم عينك، يلا سوي. دخلك خالد وين؟ خالد عم يخلص شغله بالمجله ونازل، احسبه حسابه. اوكي، جايين تحضروا عنا الجيم اليوم؟ كثير عبالي بس عندي شغل بالليل. اي ساعه بتخلص؟ لا لا مأخر، عندي فوتو شوت وما بخلص بكير. في مجال ناكل وبلا كثره حكي؟ هاي جايز، انت كمان ساعة بنطرك على الغداء؟ انت ما حدا قال لك تنطرني، كيفك مرموش؟ جربت اعرف بس ما طلعت بنتيجة. خيي كل القصة وما فيها انه مقابلة قاسة اجلت للعدد الجاي، بس ما بعرف ليه ميرا مكبرة الموضوع هلا. بس بطل بدي اكل. ميرا الله يعين اللي بده ياخذها. بفكر قوم شوف شو بده. عاد انت حاج راكد وراها، اتركها هلا بتقوصك. متضايق علي؟ أنا متضايق منها على فكرة. بونجور مسيو. في ولد اليوم جابوه من المدرسة اسمه تيو. تيو؟ بليز. مزبوط، تيو بأول غرفة على إيدك اليمين. ميرسي كتير. على سلامة. عم تتوجع حبيبي؟ إيه كتير. ولو ما أنت بطل، والبطل ما بينوجع. حتى إذا انكسرت إجره؟ صح أكيد. ايوه حبيبي، الحمد لله على السلامة يا قلبي. كم مرة قلت لك تلعب فوتبول على مهلك؟ عادي بتصير. ولو يا مدام جنات، معقولة ما حدا عم ينتبه لهم؟ يا حبيبة قلبي، بتعرفي أنت إنه الصبيان لو حطيتي لهم 30 واحد يحرسهم ويدير باله عليهم بدهم يوقعوا وينجرحوا.
سوري دكتور بس شو طلع بالصورة؟ الحمد لله على سلامته، المشكلة قال ما في كسر، ردة صغيرة، بما انه تيو عمره صغير بصحى كثير بسرعة بيرجع يلعب فوتبول قد ما بده. اخ الحمد لله. في مجال احكي كان في رد بليز؟ تكرم عينك تفضلي بالاذن دكتور. اذنك معك مدام. بداي ما تخاف. اوكي؟ انا بعتذر منك على الطريقة اللي حكيتك فيها. بصراحة كنت تعبانة ومتوترة وخايفة على تيو. نيال تيو لأنه عنده أم مثلك. بدي أطلب منك طلب. أكيد تفضلي. تيو أكيد عنده فرصة هلأ بما أنه مروح أجره، في مجال أخده معي على البيت. كلارا حبيبتي أنا بعرف أنت قديه متعلقة بتيو وأعرف خوفك عليه ومحبتك لإله، بس أنت بتعرفي الوضع. يا مدام جانيت ما بتعرف الظروف اللي عم بمرق فيها. أنا كتير متضايقة وكتير بحاجة لتيو إنه يكون معي بالبيت. بعرف، بس وحياة الله لو المسألة متعلقة فيني ما كنت ترددت وكنت دغري وافقت. أوكي ميرسي كتير. اللبنانية كلارا أحلى وسهلا فيك اليوم بالفاشن شو. ميرسي عماد، أهلا وسهلا فيك. أكيد اليوم مثل ما شايفين لابسة تصاميم ماريو، مزبوط؟ أكيد، ولو معقول إجي على فاشن شو لماريو ما ألبس من تصاميمه؟ شو رأيك إذا بتخبرينا أكثر عن تصاميم ماريو؟ شو بيميزهم عن غيره من المصممين؟ صراحة أنا شهادتي مجروحة فيه، ما فينا ننكر إنه ماريو ملبس أهم نجمات العالم. مزبوط، لاحظنا بس فتك أنت لوحدك وسبقك كمان سام لوحده، شو الموضوع؟ إنه عادي بتصير. بس هالموضوع خلينا نستغرب لأنكم كنتم خاطبين حوالي 3 سنين. بتصير عماد، وأنا كتير انبسطت بالانترفيو تبعك. ثانك يو. ماريو شو عم بيصير؟ أهلا، كيفك سام؟ الحمد لله. ميرسي كتير لأنه جيت، عن جد أنا كتير بقدر وجودك. ثانك يو، بس ما جاوبتني. عشو؟ مش انت اتصلت فيي اليوم طلبت مني اجي لانه كلارا اعتذرت؟ مزبوط. طب من شوي شفتها فايتت، يمكن حبت تجي وتعملنا مفاجأة. طيب بسيطة، على كلن جود لك للشو. ميرسي كتير، ميرسي على وجودك. ثانك يو. بونسوار ناديا. هاي حبيبي، كيفي؟ سافا. شو وين عروستنا؟ هلأ مشيت. أوه، هي وسام؟ لا، اتصل فيها سام اليوم قال عنده إيفنت. لكن وين راحت؟ راحت عند نازك. فرح فعلاً موفق بحميتها. اي والله نازك بتجنن وما في منها بالدنيا. قلي تعشيت ولا بقوم حضر لك عشاء؟ معقول اكل برا وروح الي عشاء من ايديكي؟ تسلم لي. طيب تقوم حضر لك فأذن العشاء. عمهلك عمهلك، خليني اقوم بالاول اخذ دوش وبعدين بنزل باكل. اوكي. ماريو قال لي انك اعتذرتي عشان هيك جيت اصلا. صح، كان عندي مناسبة خاصة بس مش الحالة، قدرت اجرها بعد البنت. صحيح نسيت اقول لك مبروك. كلارا نحن لازم نحكي. نحن ما لازم ولا شيء. اللي صار عادي وما في داعي تبرر لي، اصلا الموضوع ما صدمني. Thank you.
جديهم بالمجله وكانه شيء ما صار، يعني ما بتحمل حالك سام وضلك هربين. هربين؟ ماني هربين، لا لا، بس عم بيكون عندي شغل. بدي اعمل حالي اني صدقت. طيب ليكي؟ فينا بعد فاتت الصورة نتعمل أكثر نحكي شوي؟ قلت لك أنه عندي مناسبة خاصة. فإذا في شيء كثير ضروري بكرة نعلق راد بالمكتب ونحكي سوا. على فكرة ما بعرفك الا قديمة. أنت أصلاً ما بتعرفني بكل حالاتي. ومن هلا وراح رح تصير تعرفني كثير منيح. هي عن جد خاطر ماريو خاطر. شو عم تعمل يا كلارا؟ عم تتحديني؟ أنا بفرجيك يا أنا يا أنت. هول كتالوجات جبتهم كرمالك من برا. ما كان في لزوم طنط لجيت تعذبي حالي. حتى فيهم فساتين حبل. بدي افكر بهدول الامور من هلا؟ ايه اكيد بدك تفكري بكل شيء. شوفي شوفي تفرج. يا لكي هيدا شو حلو. ليكي شفتي شو شيك؟ كثير حلو. بس اذا بدك تجيبي مثله بدك تجيبي لونه اسود اجمل. طنط معقول سامي خلص شغله ويجي؟ ايه اكيد. جاير لما شفتك بدي احكيك الموضوع. عرفت عن شو بدك تقلي؟ اكيد عن الكونترا جديد يلي ميداتي مورك مع الشركة الجديدة. يبقى في داعي نحكي. شغل بين عليك شفتي قاطع هيك مثل مجنونة. فكرت صار لك فيه موضوع خاص ما خصه بالشغل، يعني كيف ترتاح سام؟ برافو ماريو. لما اخذتك من المطار لهلا وانت شارد شكلك صار لك زمان ما جيت على لبنان. زمان كثير الطرقات كلها مغيرة علي، حاسس حالي ببلد تاني. بس كأنك مش مبسوط بالرجعة؟ العكس. في حدا مبسوط يرجع لبنان؟ بين عليك مهموم. قصتي قصة. احكي لي يا اضافيك. قصة طويلة ببقى بحكي لك اياها مرة تانية اذا التقينا. انا بدي اعزبك على اخر الشارع. تكرم اهلا وسهلا فيك وحمد لله على السلامة. بس بدي اقول لك شغلة يا صديقي، الدنيا مش محرزة، الدنيا عيشة انبسط مثل ما هي. ان شاء الله خير. حلو يوصل؟ بونسوار. بونسوارين. شقة رامي ما هيك؟ شقة شراكي بينه وبين رامي إذا ما بيضايقك الموضوع. سوري. بمزح. رامي هون؟ رامي شوي وواصل، شكله مشوارك بعيد.
تفضل انطروا. ثانكس. تفضل ارتاح. أنا خالد. مطر صاحبه لرامي من زمان. مجوز، مصاحب، أعزب. ما فهمت السؤال. لا بس عم بسأل لشوف إذا حماتك بتحبك لأنه عم حضر العشاء. اطمن سنجل حتى إشعار آخر. بس ما عندي مشكلة شاركهم الأكل يعني إذا ضاربين حسابه حتى تالت. هلا حسب إذا بالإيفنت اللي عم بيصوروا رامي في أكل أو لا، لأنه إذا منه أكل لا أنا ولا أنت بيصفالنا أكل. عن إذنك. هاي سارة. إيه هلا خلص الفاشن شو كان كتير روعة، حلو كتير. بس مش هيدا المهم، المهم أنت وينك هلا؟ اوكي خدي تاكسي ولاقيني على اقرب كافيه، عايزيت كتير ضروري. شو جنيتي؟ اكيد مش على فريندز كافيه، لانه سام ممكن يروح لهونيك وانا قلت له انه عندي مناسبه خاصه. كتير منيح، كتير منيح. اوكي حبيبتي، رح افوت غير ثيابي عند ماريو والحقك. طيب طنط انا صار بدي امشي. لوين؟ سام صار واصل. لا ما بقى فيني ضلني اكثر، مش مشكله بشوفه بكره. طيب حبيبتي بس طارق بده يوصلك، نحن ما عندنا بنات تروح لحالها. ما في زبط تعذب عن جد. لا يا حبيبتي ولا. ميرسي كثير حبيبتي. بدك تسلمي لي على الماما والبابا اوكي؟ اكيد وصل. تفضلي. بالاذن. ثانكس. ويلكم. مثل ما قلت لك انا زلمه اكل بوكس مرتب وفايت بالحياه. اوف شو اللي صاير معك؟ اهلي عايشين برا وكنت عايش معهم. حبيت بنت مثل كل هالشباب. تركنا. يا زلمه هذا بتسميه بوكس مرتب؟ ما كلنا بنحب بنرتبط وبنترك. ايه بس لما تكون البنت سبب افلاسك وترجعك على الحديد، تبليك بقضيه تترحل بسببها من البلد اللي انت عايش فيه، شو بتسميه هذا؟ بوكس مرتب. شو الكذب؟ هلا رجعت على لبنان رح بلش من الصفر. وهذا صاحبك رامي اجا. يا اهلا يا اهلا، نورت. ساعة بتنطرني؟ رح موت من الجوع. سوري يا برو حقك علي، زمان عنك. شو الاخبار؟ رح تزعل مني قد ما رح تشوفني. يا ريت فقرة المنوعات تخلص. يلا 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 عود رح اغسل وإجي. طيب ما تزعل مني انا بمزح كثير. بالعكس انا بحب الناس اللي بيشيلوا الهم على القلب. حبيبي شو هيدا يلي عملتي؟ شو قصدك سام؟ ايه طبعا سام، انا ما قلت لك ما تتصرفي شيء اذا انا ما معي خبر فيه. ايه بس الخطه كانت بيرفكت، لو بتشوفي شكله لما قلت له اني عندي مناسبه خاصه. وحياتك احمر اخضر اصفر، والحمد لله اني فشيت خلقي ورديت اعتباري. بس حرام سام، اكيد مفكرني اني قاعده مع حدا تاني. بالعكس كنت اكيد رح تكونوا قاعدين مع بعض. تسمحوا لي اقعد؟ اكيد تفضل طبعا. بدي صار لك هون. قد ايه صار لي هون؟ مش زمان. من جيت يعني من وقت اللي كنت عم تقولي شو كانت هاي الجملة. الخطة البيرفكت. ما بعرف عن شو عم تحكي. والله. بتعرفي شو كلارا؟ هلا ذكريني نحن وفلين، بركي بنروح على السيارة بعطيكي حبة بدوز بتفيدك شوي. شو جاب علبة البدوز على سيارتك؟ شكلك حابب تتذكر شيء أنت نسيته. بالإذن، وينك رايحة؟ عالتواليت. عادي سارة بلا تواليت. بالإذن. خلصيك. وأنت بدك تقنعني إنه جيت لهون بالصدفة؟ لا، حقتك بالسيارة. والله؟ ما عم تفهمي كلارا انه بدي احكي معك.
منيح اللي سارة قامت في التعطلات. شوف يا شريك العزيز، إذا عبالك تحكي بالشغل لا الزمان ولا المكان مناسبين، فينا نحكي بكرة بالمكتب. وإذا الحديث ما له علاقة بالشغل؟ سوري بعتذر، ما بدي أسمع. مش على ذوقك كلارا. ولا على ذوقك سام، أنت اللي قررت تتجوز تتركني وتروح وتبعت لي كارت عرسك مع الست الوالدة. الله يسعدك ويبعدك وخلصنا بقى. لا ما خلصنا، أنا بحق لي أحكي وبحق لي كمان أنت تسمعيني. أنت بحق لك تحكي إيه، بس ما فيك تجبرني أني أسمعك. لحظة كلارا، خليك يا عادي. قسام بليز. تعرفي شو؟ خلص خليكي، أنا بفل. روح. وشو مقرر تعمل هلا؟ ما رح كذب عليك، هلا معي مصاري بقدو لشهر بين أجار شقة ومصروف شخصي، بتكون أنا لقيت شغل ودبرت حالي يعني. اللي من عقلك رح خليك تستأجر لحالك؟ شو قصدك؟ قصدي إنك رح تيجي تقعد معنا هون، والأجار بدل ما يتقسم على اثنين بيتقسم على ثلاثة. هلا لو كنت عايش لوحدك كان غير شيء، بس إنه بركي خالد ما بحب. برو بتشارط إنك رح تصير أصحاب مع خالد أكتر مني؟ خالد حدا لذيذ كتير، عنده شوية فصلات الزلمة بس ما في ألذ منه. ما بعرف يا خي، جرب شهر، إذا ما ارتحت فل. بصراحة ما بعرف شو بدي أقول لك. ما في داعي تقول لي شيء. بالعكس يعني لازم أقول لك ميرسي على القليلة. يعني مطر القصة ما بدها تربيح جميلة، واللي بتعرفه أحلى من اللي ما بتعرفه، والشقة كبيرة وبتساع. عادل يعني أنا أحضر الأكل وأنا أجلي؟ ما قلت لك خالد ما في منه؟ ما تكل لي راسي أنت، شو في؟ في إنه مطر صار من الليلة شريكنا بالشقة. يعني إذا بصحلي حتى يشيل عني شوية شغل بقول لا. وشو بده يشيل عنك؟ جلي وشغل بالبيت. أنا جاهز، وإذا بدك كمان بشطف. إذا هيك يا ويلكم بالبور. ليش هيك ساكتة؟ بشو عم بتفكري؟ سامة من اليوم الصبح عم جرب يقول لي شيء وأنا ما عم خلي. مش يمكن صاير شيء معه أنت لازم تعرفيه؟ لا، تحليلي بقول غير هيك كليا. شو فكرتي؟ سام بده يقول لي إنه أنا وياه بنقدر نضل أصحاب. بتعرفي إذا بسمع هالجملة منه بقتل حالي بنتحر سارة. روقي طولي بالك، ما بدها هالقدة. بعرف يلي صاير معك قاسي وصعب، بس مش لدرجة إنك تقولي هالجملة. بحبه يا سارة، بحبه ولك بحبه. طولي بالك إلا ما نلاقي حل. مام؟ بعدك واعية؟ وين رحت بعد الدفيلة؟ مع أساس ترجع البيت؟ ماشي، رحت لفيت لفتين بالسيارة ورجعت، رحت شفت علي. تعشيتي؟ تعشيت أنا وفرح. كانت هون؟ إيه؟ نطرتك كتير، كانت حب تشوفك. من شوي وصلها طارق. يلا بسيطة. حكيتها اليوم؟ حكيتها الصبح. وهلأ صار عشية. سام، فرح رح تصير مرتك وما في كوميونيكيشن بينك وبينها، معقول يا ابني؟ امي معك حق، هلا اصلا رح اطلع غير تيابي وارجع احكيها. طيب اطلع غير تيابك ونزل نشرب شاي سوا. خليني اقعد انا وياك اشبع منك، بكره بس تتجوز ما رح اعود اشوفك. اوكي مام. ليه هيك حاسس مثلا انه اشتقتي لي؟ انا دائما اشتقت لك يا حبيبي انت، وحتى لما كنتوا اليوم مش بعض مني. حتى لو تجوزنا وبقينا كل العمر مع بعض ضل مشتقت لك. شو بحبك؟ ما سمعتك شو قلت؟ ما سمعتي توليت حياتي. ليها مجنون ولا مرتين؟ مجنون؟ انا مجنون؟ انا مجنون فيكي، بموت فيكي من هون لتخلص الدنيا. ما تقول هيك، اذا بيصير لك شيء بموت انا. Thank you.
ليه حسي اليوم انه احلى يوم بحياتي؟ حياتي انت ربحتي ورد يا نصير. ما اغرزك، انت بتعرفني انه انا مصاري ما بتهمني. عم بتسائل عليكي حبيبي. طب خبريني شو صار معي. برام. شو هيدا؟ شوف شو هيدا؟ حبيته؟ ايش رائع. انا اللي عملته. حياتي انت عم بتخيلك لبستيه؟ ما عم صدق اجي اليوم كون مرتك فيه. حبيبي انت عايشك احلى ملكة. هلقد بتحبني؟ هلقد بعرف عبر. تقريبا فرقنا كل كروتة العرس، بعد في كم كارت بكره طارق بفرقهم. بس يا امي انت ليه بعتي كارت لكلارا؟ هي معقول ما ابعت كارت لشريكتك بالشغل؟ طيب بس ما كانت خطيبتي. ايه وبطلت كأنه عم نسرق يعني. سام انا بعرف انه هيدا الشيء صعب على كلارا قد ما حاولت تتخبي، بس بكره الايام كفيله انها تنسيها صدقني. خلص اصلا خلينا نطلع من الموضوع. ما تنسى انه انت فتحته للموضوع. قلي وين بدك تعمل شهر العسل؟ ضروري امي. يي معقول ابني الوحيد ما يعمل شهر عسل لمرته؟ على كل ما تعطى الهم اترك الموضوع علي. ماشي. ألو؟ أنا منيحة، كل شي تمام. صوتي؟ شو بو صوتي يا بي؟ بالعكس تعبانة من الشغل. في شي عم تتصل؟ يعني إذا ما في شي ما بتصل فيك وبحكي معك. والله اشتقت لك يا بابا. امتى رح تيجي تزوريني؟ اشتقت لي يا بيي؟ ان شاء الله قريبا بيجي بزورك وبشوفك وبتطمن عليك. مع اني متاكده انه الست مرار ما رح تكون كتير مبسوطه بزيارتي. ولا انا غلطانه يا بيي؟ مش رح ننسى القديم يا حبيبتي. انا صرت رجال كبير وحابب كمل عمري وعائلتي كلها حولي. خيك عايش برا لا خبر ولا رساله، وانت بعيد ربع ساعة عني بالسيارة وما عم شوفك. بابا انا موجودة وطول عمري كنت موجودة، واللي فرقنا هو انت مش انا. عموما بلا ما نحكي بالماضي، لانه الماضي بالنسبة لي انتهى. وانت باي وقت عبالك تشوفني حمول حالك وتعا وتأكد اني رح كون كتير مبسوطة قد الدنيا. ماشي يا قلبي ماشي. أنا بمرق بهاليومين بشوفك، انتبهي على حالك واحكينا إن شاء الله. تصبحي على خير. شو؟ طمنت على المحروسة؟ بتسلم عليك كتير. الله يسلمك ويسلمها. ناوي تسهر ولا بدك تنام؟ شو بدي ضل أعمل سهران لحالي كمرات؟ طيب أنا فادي جيب لك كبيت مي تاخد الأدوية تبعيتك، طب ما تضل تعنعن على راسي كل الليل، إيه يا أسعد؟ بيعين الله. فكرتك نمت؟ فايت هلا، بس بدي أحكي معك بالموضوع. عاد. شو في؟
شو وضع مطر؟ من اي ناحية؟ يعني شاب حبوب بس ما بعرف. هي شو اللي ما بتعرفه؟ مش حاسس انه شوية سرانة انه يجي يسكن معنا؟ ما لازم نعرف اكتر ولا لا؟ هلا ليك اللي عم تقوله معك حق فيه، في وجهة نظر، بس الزلمة جاي وما بيعرف حدا، اكيد ما راح اقول له رؤتا ندرس اخلاقك. معك حق، خلص انسى، اعتبرني نسيت. تيسر شوي. على فكرة بتسلم عليك عزيزة، قم تيسر من خلقتي. وينك سارة؟ جيتي على المكتب؟ يلا بدي خمس دقايق بوصل. شو في؟ في اني مش نايمة ومن قبل الضوء انا هوني بالمكتب، اعصابي تعبانة، رح جن، رح جن يا سارة، رح جن. بونجور. بونجور. شو مبين مبكرة اليوم؟ مش لوحدة والله. لا مين وصل؟ كلارا. كلارا؟ والله ما له بالعادة. مش مهم، خلود عايزتك بخدمة. خلود، مدام فيها خلود يعني موضوع كتير بهمك. بدي شغل فريلانس بعد الشغل يعني؟ بدي اترك الشغل هون، مش مبسوطة. صاير معك شي؟ صاير معي كتير قصص، هلا اذا بخبرك اياهم رح تقلي سخيفين، بس اذا بتجمعونا على بعض عن جد بخلوا الواحد ما طايق بقى يشتغل. بدك نصيحتي؟ إذا بدك تشتغلي بنفس الدومين أنا برأيي خليكي هون، خديها مني. بس يا عمي أنا اختصاصي فن والمجلة كلها مركزة على الموضة، ما حدا بيهتم بالفن. الناس بتهتم بالفن، شو بدك باللي هون؟ هلأ حتساعدني ولا لا؟ بعتيلي يور سي في باي إيميل وأنا هلأ بشوف وين بدهم يعني صحفيين، بس ما تترك الشغل قبل ما تفلي من هون. خالد بليز هلأ ما تقلي شو أعمل وشو ما أعمل. بتعرف إنك أنت بنت مجنونة؟ من شوي كنت خلود وما خلود. خلص مشينا هلا. ماشي على مكتبك. تفضل تفضل. سالي ماريو، حياتي لشو معذب؟ ولا ما انا عذبتك معك كل الليل امبارح. فوت فوت تنحكي. هلا قبل كل شيء طمنيني كيف كانت الدفيله امبارح؟ مش معقول شو حلوه، روعه، كثير حبيت الفساتين. سيريوز؟ ولا انا دائما بحكي الحقيقه وانا بحبك قد الدنيا. هلا اطمنت. دخيلك ليه بتضلك خايف وقلقان هيك؟ عجبي؟ ليه قولي؟ يا ريت قلت لي انك جاي، كنت قلت له لرامي يجي وهيك بنشوف الصور سوا. لا 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 حبيبي، انا جاي اشوفك لقلك. هلا بس رامي يعطيك الصور بتختار اللي بدك اياه لتنزليهم بالمجله وتبعتي لي كوبي على الايميل. اوكي اذا هيك اتفقنا. شو بدك تشرب؟ لا 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 ماشي، اصلا صار لازم امشي. دخلك شو صار لك؟ ما بتعرفي بعد لصديقك ماريو بضل مرعوش. يلا باي. باي. صباحو. صباحو، كيف كانت نومتك؟ حدا زعجك؟ جريت. ليك خالد وين؟ خالد نزل على المكتب من زمان، دوامه كتير بكير. انا بنزل مرتاح شوي لانه تصويري يا بالليل يا بعد الظهر. انت شو مشاريعك؟ عمراني ما بعرف وين بدي بلش. يعني بلش بانه تخلص ناس كافيه، بعدين تاخد شاور عروه، ترجع تنزل على كافيه اسمه فرانس. هلا بعتلك عنوانه. حط شغلنا ديركت،
افتح اللابتوب، بعت سيفياتك، تسلى، وعلى البريك ننزل انا وخالد بنسليك. طيب ديل. شو رايك؟ يلا شوفك. يلا باي باي. تشاو. تفضلي. شو هيدول؟ افتحي وشوفي. ما تقولي لي المودلز بده يصوروا معنا جمعة الجاي. ما حذرتي، بدك تنقي واحد منهم ليروح معك على عرسة. يلا سارة، قلت لك مش موافقة على الموضوع وخلصنا بقى. ليكي كلارا، بعد في شوية وقت قبل العرس لألحق اقنعك، يا اما بتروحي على العرس لوحدك يا اما ما تروحي بالمرة، بس انا من يوم ورايح ما بقى بدي اسمع شيء عن مشاكلك انت وسام، لا ولا تركتي انت وياه، لا مشاكلك انت وياه ولا شيء، انا صرت برات الموضوع. صراحة كثير عم بتأوفري. ما هو مش مقبول هيك، بتطلبي مني ساعدك وبسألك عن شغلة بتقولي لي لا. مش هيك يا سارة، بس عن جد ما بحس حالي قادرة أعملها، شو بك ما عم تفهميني؟ يا بنتي، الحياة بدها تضحيات، شو متوقعة يعني؟ يجي سام لعندك ويقول لك سوري أنا ما بقى رح أتجوزها لفرح؟ يا ريت. يا ريت يا سارة يا ريت. يا ريت. يا ريت يا سارة، صفلي. خليني أرجع أشوف الصور. صراحة ما عجبهم. شو رح تتجوزيهم عن جد؟ طيب افترضي انه انا نقيت واحد وهالواحد شو بيكفلي انه يكون مصدر ثقة؟ ليك كلارا، شو بدك من الاخر؟ بدي اقتل نازك، بدي اقتلها. وين مدام؟ مدام تحت مع عروس. مع عروس؟ ايه. فرح تحت؟ ايه. تتنهى ما يلقني. اسمعيني منيح وركزي كتير. اوكي. انا رح اظهر عجنيني وارجع فل. اوكي. انت ما شفتي شيء. ليش؟ شو ليش؟ شو بدك انت ليش؟ انت بس ركزي معي، انا وين هلا؟ انت هون. لا مش هون، انا نايم. انت ما بتعرفي شيء. اوكي اوكي برافو. هلا روحي على المطبخ عادي، اذا ما دام عيطت لك روحي لعندها. اوكي يلا برافو. جانتي ما شفتك. جانتي ما شفتك. جانتي ما شفتك. فستان عرسك رح يكون اجمل فستان ويصمم لك اياه اشهر مصمم، وعرسك رح تحكي عنه كل العالم كأنه أسطورة. ما عندي شك طانت، أنا هذا الموضوع ما نعت لي همه أبدا، كل شي بيكون تحت إدارتك بيكون بيرفكت 100%. بس في شي قلقني ومش مريحني. خير شو في؟ تيتريست؟ لا أبدا ما في شي. سي بافري. عن جد ما في شي، بس هيك في موضوع زعجني. اتس اوكي بيقطع. طب ما قولي لي عنه شو هو. سام مزعليك؟ لا لا ابدا، بس هيك بحسه مش مبسوط وبضل سهيان وبعيد هيك ما بعرف. اخ عدل على البنات وغنج البنات. امبارح لما اجا قعدت انا وياه وقال لي، قال لي يا ماما شو هالفرح، شو حلوه، شو مهذبه، شو رايقه، بس ابني ما بيعرف يعبر، ما بيعرف. ولك حتى لو كنت قاعدة حده بيكون عم بيفكر فيكي، بس ما بيعرف يعبر، فمن هالناحية طمني. طمنت، وهلا من بعد حكيك ارتحت أكتر. سيلتو بلي فرح، إذا في شي مش مريحك قولي لي عنه. اتفقنا حبيبي؟ اتفقنا، أصلا نحنا دايما متفقين. رح أطلع وعي. لا مش مشكلة، خليني نايم. لا خلاص بزيادة هالقد.